نعم أخي العزيز، السيد المالكي ما نتحدث عنه لأنه ما معلاء قبيليش، لأنه رجل متهم بجريمة وهو مكفل، والموجود أنا رجل قانون ومحامي وأحترم القانون والقضاء، رجل حاير بالدعوة مالته في محكمة الكرخ. السيد العامري أيضا اعتذر من الشعب العراقي وقال نحن فاشلون وأعتذر إلى الشعب العراقي، لم نقدم شيء. إذن هؤلاء اثنين اللي أنت خصيتهم، هؤلاء اثنين أنا لم أخصص لكن ذكرت لك الأسماء. نعم. نعم 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 عفوا مو حضرتك، يعني جنابك اللي ذكرت الاسمين، يعني قصدي هؤلاء الاسمين لا قيمة لهم أمام ما يحدث في المشهد السياسي العراقي. وأنطيك معلومة، السيد السوداني أخذ على عاتقه تفريغ منصب رئيس الوزراء من محتواه الهابط، لأن كان في السنين السابقة مركز رئيس الوزراء ومنصب رئيس الوزراء هو عبارة عن محتوى هابط من الناحية الأخلاقية، من الناحية السياسية، من الناحية سرقة مكاسب الدولة، من الناحية الفاشلة البائسة. فإذن السيد السوداني، أنا كمراقب جيد لهذا الموضوع، السيد السوداني أخذ على عاتقه تفريغ هذا المنصب من هذا المحتوى الهابط. نعم. وتفريغه من هيمنة الأحزاب. ليش أنت تشوف تلاحظ أخي العزيز مستوى الضغط على السيد السوداني؟ قال له أنت ما ترشح بها الانتخابات، تطينا وتوقعنا، إحنا ندعمك ونبقى ندعمك، وهسه أكو تفكك داخل الإطار نفسه. زين، لأنه التحالف اللي ذهب بالعبادي والحكيم بتحالف وحدهم، وأكو تحالف آخر راح يعلنون عنه بعد يومين، ما أعرف أي جهة وأي جهة. إذن هنا مثل ما نوهت لجنابك الكريم، السبب في ذلك هو شجاعة، أنا أعتبرها شجاعة والله، يعني أنا حقيقة حتى من خلال قناتكم من خلال قنوات أخرى انتقدت السيد السوداني، ولكن الآن أعتقد السيد السوداني بالاتجاه الصحيح. نعم. لكي يعطي هذا المنصب حقه من جهة، ولكي يخرج هذا المنصب من عباءة التحزب والضغوط السياسية. طيب. ومن محتواه الهابط، أكرر، من محتواه الهابط من 2003 إلى الآن، للثروات التي بددت لا أخلاقيا، الثروات التي سرقت لا أخلاقيا. نعم. إذن